السلام عليكم. صوتي واضح؟ كيف حالكم جميعا؟ حياكم الله في اللقاء. تمام. معكم ابتهال الردادي من فريق رواق، ومعنا إن شاء الله اليوم الأستاذة نورة جغيمان، مصممة جرافيكس، راح تشرح معنا. بس في البداية نشرح كذا شرح بسيط على بال ما الكل يتجمع، شرح بسيط عن منصة رواق. في البداية إحنا عندنا دورات مسجلة وتقدرون تتابعونها بأي وقت، موجودة أصلاً في المنصة، بس هذا لقاءات فردية، يعني بثوث تقدرون تحضرونها. طبعاً هذا بسبب إنكم أنتوا طلبتوا قبل عن الكانفا، ودورات زي كذا تكون عن بعد يعني تحضرونها. أنا دحين مسجلة كطالب في رواق، طبعاً هذه معلومات التسجيل إحنا أرسلناها لكم كمعلومات دخول يعني من تكافل. البداية مثلاً أنا دحين أبغى أدخل على تكافل، فهذه الصفحة الرئيسية في صورة تكافل هنا، نبحث عنها من الشركاء، ندخل على تكافل. هذه المواد الحالية الموجودة عندنا. طبعاً إحنا في البداية كنا انطلقنا في مهارات القرن، بس ما لاحظنا إنه في إقبال كمهارات الإبداع، حل المشكلات. يعني الطلاب كانوا يبغون قدرات تحصيلي، كانوا يبغون تصميم جرافيكس، فتوجهنا لهذا الاتجاه فأطلقنا اللي هي كانفا. اليوم عندنا 3 مواد عن القدرات والتحصيلي، عندنا عن الأكسل. طيب، عشان أدخل أي مادة ممكن أختار المادة اللي أبغاها. شفت المواد الحالية، هي يمكن إلى الآن 19 مادة، ضغط عليها ألتحق بالمادة. عجبتني هذه المادة، شفت الفيديو، شغلت الفيديو تابعته، ألتحق بالمادة. عند الالتحاق بالمادة خلاص، أنا دحين تم الالتحاق بالمادة بنجاح، نضغط على المحتويات وأتابع المحتويات. هنا تكون مسجلة الدورات وجاهزة للمتابعة بأي وقت، يعني ما هو بث مباشر زي اللي الحين انتم جالسين تشوفونه، تقدرون ترجعوا له بأي وقت وتحلون المسائل وتصدرون الشهادة. طبعا أنا عندي مادة هنا سابقة في خيار موادي، كنت مشتغلة عليها، يعني دخلت وشفتها عشان أوريكم إياها كطالب. فيها المحتويات هنا، طبعا عشان أصدر شهادة من المواد الموجودة هنا حاليا راح أدخل على المادة، على الفيديوهات أقصد. طبعا أشاهد جميع الفيديوهات، لأنه هذا أصلا يظهر عندنا في السيستم إذا هل الطالب شاف ولا ما شافها. عندما أنتهي من الفيديو راح أضغط على أكملت الاطلاع على هذا المحتوى، هذا في الأول. بعد كذا دخلت على الاختبار، أنا شفت الفيديو راح أعرف أحل الاختبار إذا أنا شفت الفيديو. فهنا السؤال الأول كان جوابه هذا في التحديد، مغلقة. طيب تمام، حل المشكلات. حل المشكلات تمام. أسلم المهمة، هل أنت واثق من تسليم المهمة؟ نعم سلمتها، جبت 4 من 4. ممكن أعيد، يعني إذا أنا ما اجتزت في المرة الأولى ممكن أسوي إعادة محاولة وأجتازها. طبعا أخلص كل المحتويات بحيث أني أدخل عليها أسلمها أو أضغط على أكملت الإطلاع. هنا في عرض تقديمي برضو أحمله وأضغط على أكملت الإطلاع على هذا المحتوى. أحيانا بعض المواد يعني يطلب المحاضر تقرير، يعني تقرير يعطيك سؤال ويقول لك اكتب لي تقرير بالوورد عادي أو بالبي دي اف اللي تبغى. طبعا شيء بسيط، إحنا يعني ما نطلب، لو حتى أحيانا يكتب 2 أو 3 صفحات بس إحنا ما نطلب هذا الشيء. أي شيء بسيط يكون من الطالب، بس إنه نثق إنه فهم المادة. هنا في تقرير عندي سابق راح أرفعه وراح نسلم التقرير. إذا خلصت من جميع المحتويات أضغط على أنهيت المادة عشان أصدر الشهادة. هنا يقول هل أنت متأكد من إنهائك للمادة؟ راح يكون في حساب درجات، أنا أنهيتها وضغط عليها كلها. راح يطلع لي درجاتي، طبعا أنا غشيت فأنتوا تعرفوني أنا غشيت عشان كذا جايبة 100%. فشو اسمه المحتويات اللي تم إكمالها في كل المعلومات.
طيب أبغى الشهادة. في بعض الطلاب راحوا غيروا إيميلهم لأنه كتبوا إن قريوا إنه الشهادة تصل على بريدك الإلكتروني، بس هي ممكن إنك تطلعها من هنا في خيار عن المادة. خلاص تهانينا، أكملت الحصول على الدورة، نضغط على تحميل. تمام، اسمي أنا مسمية نفسي الطالب، فهذه الشهادة راح تنزل عندك بجهازك فقط. الموضوع سهل، طبعا عندكم رقم التواصل، بأي شيء يعني حسيتوا انكم ما انتم عارفينه في المنصة تتواصلوا معنا. طبعا العدد كبير، فأحيانا يعني نغفل عن رسالة، فمجرد ما تذكروني أشوفها الرسالة من جديد نقدر نتواصل معاكم. إن شاء الله تكون معنا نورة. نورة جاهزة؟ نعم جاهزة. طيب تمام، أنا بقفل الشير من عندي. الشاشة واضحة؟ أي واضح نورة. تمام. السلام عليكم، معكم نورة الجوامعة مصممة جرافيك. اليوم بناخذ دورة بعنوان كيف لماذا نتعلم التصميم؟ صمم كالمحترفين باستخدام كانفا. ما هو التصميم الجرافيكي؟ التصميم الجرافيكي هو عبارة عن فن عرض الأفكار باستخدام الأشكال والنصوص لإيصال المعلومة وتسهيل حياة الناس. مثلا هنا عندنا في هذه الشاشة عندنا أشكال مثل شكل الكرة الأرضية اللي هنا، شكل الشمس، الرسومات اللي جالسة توصل معلومة معينة اللي هي الفلك والفضاء لكم. لماذا نتعلم التصميم؟ قبل لا أشرح لماذا نتعلم التصميم، بعض الرموز اللي ممكن نشوفها في الشارع ما عليها كتابات، مثل رموز الإشارات في الشارع تسهل حياة الناس من حيث أننا نعرف القصد من هذا الرمز، مثلا أن هنا في مطبة أو هنا في تعديلات. هذا بس رسمة بدون أي كلام كلنا نفهمها ونطبق المقصود منها. لماذا نتعلم التصميم؟ يمكن لمصممي الجرافيك اختيار طريقة عملهم إلى حد كبير، سواء العمل الحر لحسابهم الشخصي أو عبر الشركات، وبهذا تحقق دراسة التصميم الجرافيكي المرونة في اختيار طبيعة العمل. كل شخص يعرف يصمم تصميم جرافيكي يقدر يكون له عمله الخاص عن طريق حساب الإنستغرام أو عن طريق موقع يسويه، وبكذا يقدر يشتغل في شركات حتى لو ما كان دارس هذا التخصص في الجامعة. هدف المصمم الجرافيكي، هدف المصمم أن يحل مشكلة ويوصل الفكرة للناس، فالتصميم يساعد على شرائنا للمنتج، فهمنا للمعلومات يسهل حياة الناس ويوجههم لفعل معين. مثلا وإحنا في البقالة ممكن نشوف ملصق مصمم تصميم جرافيكي عليه السعر، أو مثلا سهم يوجهنا إلى جهة معينة نشتري منها شيء معين. يعني بدل لا يكتبون جهة اليمين كذا، لا يصير في سهم يلفت نظر المشتري ويوجهه للجهة اللي يحتاجها. التصميم الجرافيكي أيضا على علب المنتجات ممكن يلفت نظرنا ونشتريها علشان شكل العلبة، بالإضافة إلى أنه يسهل وصول المعلومة لنا. مثلا هنا عندنا هذه الشاشة فيها تصميم جرافيكي خلى الإطار هذا المربع محدد الكلام، محدد منطقة الكلام أن هذا الكلام، فإحنا على طول بنركز هنا بدل نشوف في باقي أطراف الصفحة. هذه الرموز لها معاني بدون ما نقرأ أي كتابة. الإشارات المرور لها ثلاث إشارات تتغير ونفهم المقصود منها بدون ما نقرأ. إشارة التحذير هذه نشوفها في الشارع أو في أي مكان
ونفهمها. هنا دورات المياه نفهم أن هذا الرمز للإناث وهذا الرمز للذكور. رموز التطبيقات الجوال بدون لا يكون مكتوب، بدون ما يكون مكتوب الاسم، اسم التطبيق احنا بنفهم ان هذا ايميل، هذا فيسبوك، هذا واتساب، وبكذا سهل علينا، اعطانا اول شيء شكل جمالي، ثاني شيء سهل علينا ان نجلس نقرا باسماء متشابهه، فقط نشوف نشوف الشكل وعلى طول نعرف ان هذا اللي نبيه. التغذية البصرية هي تغذية المصمم لعينه وعقله للحصول على أفكار مبدئية يستطيع من خلالها أن يعمل على التصميم الخاص به. في خطوات عمل التصميم الجرافيكي بعد ما نعرف إحنا إيش بنسوي كتصميم، نروح نشوف تصاميم ناس ثانيين سووها علشان يصير عندنا نظرة عن الأفكار الموجودة حالياً وعن طريقة التصميم ونكتسب أفكار جديدة. نكتسب أفكار جديدة، أشكال ممكن نضيفها للتصميم، طريقة عرض النصوص مثلاً ممكن يكون في طريقة ما مرت علينا من قبل، وهكذا. في عدة مواقع تساعدنا على التغذية البصرية مثل موقع بيهانس، موقع المصممين ينزلون فيه من كل أنحاء العالم، ينزلون فيه تصاميمهم ونقدر نشوفهم، نشوف إيش الجديد اللي سووه، إيش التصاميم يعني إيش تفاصيل التصميم، ممكن المصمم ينزل تفاصيل أكثر عن تصميم هذا الموقع. موقع بنترست هو موقع يضم العديد من الصور ومصممين كثير ينزلون فيه تصاميمهم، بس نكتب جنب البحث ديزاين أو تصميم يظهر لنا نتائج كثيرة. ترابط التصميم هو خلق علاقة بين التصاميم عن طريق ربطها بالأشكال، الألوان والرسومات. ترابط التصميم غالباً نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، إنه يكون مجموعة البوستات هذه جاية بعد بعض، فهنا المصمم سوى ترابط بين التصميم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، أن يكونوا كلهم يدورون حول موضوع واحد وبثيم واحد. مثلاً هنا أهداف مزج، هذه شركة نزلت البوست الأول أهدافها ونزلت فيه، الثاني تعلمي ونزلت فيه تفاصيل تعلمي، بس أن الصورة صارت بشكل جمالي أنها مكملة، أنه حط عنوان في كل صورة وكمل الصور أو المعلومات داخل الصور، يعني هي صور متعددة، فكذا عطى شكل جمالي للحساب. هنا تصميم لقدوم شهر رمضان وبعده لحلول العيد، التصميم هنا مترابط من حيث هذه الأشكال، هذا الشكل مترابط، الرسمة اللي وراء مترابطة، الألوان فيها ترابط، هنا هذا مترابط مع هذا من حيث الخط الكتابة، هنا حط مواقع التواصل الاجتماعي هذا مترابط مع هذا من حيث اللون الأصفر اللي وراء الكلام، وهنا حطوا شعار المؤسسة حقتهم. هنا طريقة ثالثة للربط بين التصاميم، أنه يكون في تشابه في الألوان، فهنا لون سماوي ومكتوب هنا لون سماوي ومكتوب عليه مرسوم عليه بالأزرق مع كتابة، هنا لون سماوي وأزرق كتابة، واثنينهم فيهم إضافات باللون الأصفر وفيهم شعار المؤسسة. الصورة اللي في النص جات مش شاذة عن خلفيتها، قريبة من خلفية الألوان اللي جنبها، فبكذا صار فيه تكامل وفيه ترابط في الصورة. هنا صار الصورة انقسمت على قسمين، على صورتين،
صار هنا فيه عليها كلام، هنا صورة بدون كلام فقط شكل تعطينا شكل، وهنا صورة ثالثة بلون مشا بلون نفسه، هنا اللون غامق وهنا صار أفتح بعدين فتح أكثر، فبكذا صار فيه ترابط بينهم. عندنا هنا مجموعة مواقع، بيوصلكم هذا العرض إن شاء الله بعد البرنامج. هنا مواقع تقدرون تدخلون عليها، مثلاً هذا الموقع يساعدكم أنكم تختارون ألوان متناسقة، بس تبحثون باسم اللون ويطلع لكم مجموعات ألوان إذا استخدمتوهم مع بعض بيعطيكم شكل متناسق يعني في التصميم. هذا الموقع يعطيكم رسومات تساعدكم أنكم تأدون التصميم، إضافات يعني للتصميم مثل هذه اللي تشوفونها هنا. هذا موقع لإزالة الخلفية من الصورة، هذا الموقع لعمل نموذج موك أب. الموك أب هو شكل، مثلا عندنا شكل كوب نبي نشوف تصميمنا إذا طبعناه على الكوب شلون بيصير شكله، إحنا نقدر نسوي هذا الشيء قبل الطباعة عشان نتأكد إذا الشكل جميل أو لا. فهذا الموقع يعطيكم تصور افتراضي. بندخل في برنامج كانفا. برنامج كانفا فيه العديد من الخيارات. هذه الصفحة هنا نبدأ من فوق على اليمين، هنا create a design أبدأ التصميم، إذا ضغطناها تطلع لنا العديد من الخيارات، تطلع لنا العديد من الخيارات لمقاسات التصاميم. خلني أعرضها لكم من كانفا نفسه. كده الشاشة واضحة. واضح. هنا create a design، هنا تطلع لنا إذا إحنا نبي نسويه بوست للفيسبوك أو ستوري للإنستغرام أو صورة البوست اللي ننشرها في الإنستغرام أو التويتر، أو نبي نسوي شعار خاص لنا أو بانر أو تصاميم أخرى للفيسبوك مثلاً كفر أو إيفور مثلاً زي الورد أو الأشياء ممكن نطبعها، أو عرض مثل الباوربوينت، إنفوغرافيك اللي هو عندنا مجموعة من المعلومات بنلخصها، مجموعة من المعلومات بنلخصها في رسومات معينة، أو مثلاً هنا للتويتر إعلانات التويتر، أو إذا بنسوي فيديو أو كارت أو مثلاً سيرة ذاتية. أو مثلاً بنسوي برزنتيشن اللي هو عرض. إحنا بنختار أو بعد شوي بنختار الخيار الثاني. هنا بنقول هنا الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية فيها العديد من الخيارات، هنا بيطلع التصاميم الأخيرة اللي صممتوها، هنا بتطلع لكم بعض الخيارات التصاميم اللي ممكن تستخدمونها. ممكن نبحث مثلاً عن شيء معين ويطلع لنا تامبلت أو قوالب نقدر نستخدمها في التصاميم. مثلاً بحثنا هنا عن الفضاء طلع لنا كل هذه الرسومات اللي ممكن نستخدمها بمقاسات مختلفة. ممكن من اليسار نحدد المقاس اللي نبي ونستخدم التصميم. نرجع للصفحة الرئيسية، هنا تامبلت اللي هي القوالب طلعها لنا وعطانا بعض الخيارات. هنا بروجكت اللي هي المشاريع اللي اشتغلنا عليها، هنا طلع لنا كل المشاريع، هنا الملفات إذا سوينا ملفات، هنا التصاميم، هنا التامبلت، هنا الصور اللي إحنا رفعناها من قبل، هنا الفيديوهات.
طيب بنرجع بنسوي الحين تصميم دقيقة، نسوي تصميم انستغرام. من هنا فتحنا انقالب حق تصميم الانستغرام، بنكمل الشرح بعدين بنرجع له. أمثلة على تصاميم المنشورات، هذا منشور إنستغرام بشكل مربع. منشور الإنستغرام ممكن يحمل عدة عناصر، أول شيء شعار الحساب اللي بننشر فيه، مثلا هنا حطينا الشعار. ثاني شيء ممكن هذا خيار أن نضع اسم الحساب، فهنا حطيناه. هنا العنوان بشكل كبير، هنا أضفنا الشكل وأضفنا الكتابة بشكل مرتب، وفي الخلف في خلفية. فهذا مثال على تصاميم الانستغرام. حاليا بنقوم بعمل تصميم منشور انستغرام لحساب مهتم بتقديم معلومات عن الفضاء. اول خطوه بنسويها ان نبحث عن معلومات في الانترنت. المعلومات اللي بنحطها في التصميم اول شيء تكون جاهزه عندنا، هذا المحتوى اللي هو تعريف الفضاء. ثاني شيء مثل ما قلنا التغذية البصرية، بنروح نشوف تصاميم مشابهة للتصميم اللي إحنا نبي نسويه، مثلا تصميم فيه معلومات أو تصاميم عن الفضاء عموما، ونستعير منها بعض الأفكار المميزة مثل الألوان اللي استخدمها المصمم، طريقة توزيع المعلومات في الصورة ممكن تكون مميزة، أشكال استخدمها مثلا شفنا هذا الشكل وعجبنا ممكن ناخذه ونستخدمه في تصميمنا بطريقة ثانية، أو مثلا خطوط، مثلا هذا الخط نوع معين، في خطوط ثانية بأنواع ثانية ممكن نستخدمها. مثلا بعد البحث، بعد ما بحثت أنا عن تصاميم عن الفضاء طلعت لي هذه الرسومات. هذه الرسمة عجبني فيها مثلا الخط المستخدم وشلون فيه خلفه إضاءة حطتنا شكل جمالي، والرسومات المستخدمة معبرة عن الفضاء، واللون الأسود أيضا معبر. هنا الألوان جميلة، توزيع العناصر مرتب، هنا فيه عنوان بشكل مميز، هنا في تاريخ، هنا في بعض التفاصيل الأخرى للتصميم. هذا التصميم فيه خلفية شكلها جميل، الخط صغير ومرتب، وهنا في رسمة، وهنا بعض التفاصيل بخط أصغر. فإحنا بكذا يصير خدنا فكرة عن تصاميم الفضاء. مثلا أول فكرة خدناها إن الخلفيات تكون بهذا الشكل اللي هي ملونة والألوان ممزوجة فيها. ثاني شيء أن الحروف المستخدمة غالباً تصير عريضة، فممكن إحنا نحط هذا في بالنا أن نعرض الحروف. الخطوط دائماً بيضة لأن الخلفيات تصير أغمق شوي. بعد ما فكرنا وصار عندنا تصور عن التصميم اللي بنسويه، نبحث عن مقاس التصميم المناسب اللي بنسوي للتصميم اللي بنسويه. حاليا احنا في كانفا نقدر نختار على طول ان احنا التصميم اللي بنسويه منشور انستغرام. فمنشور الانستغرام مقاسه 1080 بكسل في 1080 بكسل. احنا في كانفا نروح نختار منشور انستغرام وهو على طول يطلع لنا هذا المقاس. بعد ما تبحث الفكره في بالنا، نبدا بتصميم المنشورات بالمقاس المناسب، تحتوي على جميع البيانات والمعلومات. ممكن تضيفين صور ورسومات لجذب المشاهد. حالياً بنبدأ التصميم. هذه صفحة التصميم.
أول شيء نبدأ هنا نحط عنوان منشور هذا العنوان عشان إذا بحثنا عنه في كانفا نعرف شلون نلاقي المنشور نفسه. هنا صفحة العمل اللي بنشتغل عليها، هذا الزر يضغطنا يفتح لنا صفحة ثانية عشان نكمل الشغل عليها. هنا التامبلت أو القوالب اللي بنختارها، مثلا هنا بنكتب سبيس اللي هي فضاء، ونختار قالب. بنسوي اليوم تصميمين، مثلا هنا اخترنا هذا التصميم. طيب هنا بعض الأشكال اللي بنبحث عنها وممكن نستخدمها بالتصميم، مثلا بحثنا بنفس الاسم سبيس وطلع لنا خلفيات صور بعض الرسومات اللي نقدر نستخدمها. مثلا أنا أبي أستخدم هذا. هنا الأشياء اللي إحنا ممكن نحملها من جهاز الكمبيوتر حقنا عشان نستخدمها بالتصميم. هنا الخطوط، في بعض الخطوط الإنجليزية وفي خطوط عربية، ممكن نستخدم كذا أو كذا على حسب التصميم اللي إحنا بنسويه. بضيف هذا الخط، بكتب تعريف الفضاء. بعد ما أضفت الخط هنا من هذا الزر بغير الخط، فاخترت هذا الخط، من هنا كبرت الخط، من هنا ممكن أغير لونه بس أنا بخليه أصفر، من هنا ممكن أخليه أعرض، من هنا أغير مكانه، هنا إذا بحط جنبه نقطة، هنا التباعد بينه وبين السطر اللي بعده، وهنا بعض التأثيرات، مثلا إذا أنا أبي زي كذا، أو مثلا هذا نفس الفكرة اللي شفناها في البرنامج فهذا بخليه. هنا حطيت تعريف الفضاء، ممكن أصغره شوي. هنا ستايل، ممكن أختار الألوان اللي أبي أستخدمها، مثلا إذا ضغطت هذا بيغير لي كل الألوان اللي هنا على اللون، على قالب الألوان اللي استخدمته. هنا إذا بدخل أصوات فيه، هنا إذا بدخل فيديو، هنا إذا بحط خلفية معينة، مثلا هذه حطها لي خلفية، هنا إذا بحط الباركود اللي أحط عليه كاميرا في الجوال يوديني على رابط الموقع هنا أضيفه. هذه خيارات كانفا. طب الحين عندنا اخترنا القالب، أضفنا صورة، وهنا خدنا كتبنا التعريف أو العنوان حق الكلام. بناخذ الكلام اللي إحنا نبيه، وبنلصقه هنا، بنغير الخط أو ممكن نحتفظ فيه، وبنصغره. ممكن طبعاً تجربون خطوط مثلاً كذا كذا كذا، الخط اللي يعجبكم ويكون مناسب للتصميم ممكن تستخدمونه. أستاذة لو سمحت عندي استفسار. إيه تفضلي. أقدر أحمل خطوط عربية في كانفا؟ إيه تقدرين تضيفين خطوط. طيب ممكن تشرحي لنا لو إذا معي تمر؟ إيه تمام. هنا عندنا بس هذه قائمة الخطوط، هنا أبلود أفونت، نضغط عليه بيفتح لنا سطح المكتب، نختار الخط بعد ما نحمله من جوجل وعلى طول بينزل لنا هنا. واضح؟ إيه تمام، يعطيك العافية. هذا الحين الشكل، ممكن إحنا ما نبي نصغر الكلام أكثر من كذا، فبنتحكم بالصور. مثلا هذه الصورة كبيرة، أو هذه بخليها هنا خلفية، هذه الصورة بنصغرها شوي،
هذه الصورة بنسوي بنضغط كليك يمين وبنرجعها خلف الكلام، أو بنخليها مثلاً خلف الكلام على طول حسب الشكل اللي احنا نبيه. هنا الكلام بنخليه بهذا الشكل بيكون أرتب، هذا ممكن هنا، ممكن عشان نعبي الفراغ اللي هنا نكبر هذا اللي في الخلف مثلاً، ممكن نحس إن الكلام مش مقروء بشكل واضح فنضغط عليه، نجي هنا هذا الخيار نخففه بيصير خفيف مع الخلفية. طيب باقي إن مثلاً نضيف حساب مواقع التواصل حقنا، فبنكتب هنا إنستغرام. هنا طلع لنا خيارات واجد، ممكن نختار مثلاً هذا، من هنا نغير اللون حقه نخليه أبيض، نكبر عشان يصير واضح عندنا مكان الأمل. نجي هنا هذا مثلاً اسم، أو مثلاً إذا قلنا أن هذا اسم حسابنا على إنستغرام، جينا هنا نصغره شوي أو ممكن نصغره كذا على حسب الطريقة اللي إحنا نبيها، رفعنا عشان نرفع هذه. والنزلة هنا عندنا في هذه الثلاث نقاط عندنا عناصر ثانية نقدر نستخدمها تساعدنا على ترتيب التصميم، مثلا هنا أنا أخليهم جنب بعض أو نخليهم في الوسط، أو مثلا كلهم على اليسار، على اليسار كلهم على اليمين كلهم في الأعلى، إحنا نبيهم في وسط بعض بس بنرجعهم جنب بعض. هنا بنخليهم متساويين في الوسط، بعدين بنحطهم هنا. هنا اللون ممكن نغير اللون الأبيض عشان يصير مناسب أكثر، هنا ممكن بعدها، وبكذا طلعنا التصميم نحفظه. إذا خلصنا من التصميم نحفظه من هذه الخانة شير، بعدها داونلود، وبكذا بيحمل وبيروح لنا على سطح المكتب. طيب بنسوي تصميم ثاني متحرك، اللي جنبهم هذه العلامة، علامة التشغيل، على طول هو أول ما تحطين عليه الماوس بيتحرك. طلع لنا هذا، إذا حفظناه أو إذا سوينا كذا تشغيل بيبدأ يتحرك، فإحنا بنشتغل عليه بعدين بنشوفه. إذا في واحدة عندها سؤال تسأل، تفتح المايك تسأل. أستاذة. أيوة. أنا دايم أواجه مشكلة بالخرائط، يعني ما ألقى نماذج كثير، يعني مثل مطويات للمدرسة وكذا، يعني حتى إذا كتبت بالعربي ما يطلع لي. كتبي بالإنجليزي ممكن يكون أفضل، أو مثلاً حطي لي موضوع أنت تبحثين عنه. الحين أنا قاعدة أزين مطوية للأحياء ونفس، وما ألقى يعني نماذج كثيرة، أغلبها يعني عادية مو مميزة، مو مثل الأشياء الثانية كالعروض وكذا. طيب ممكن ندخل مترجم جوجل ونترجم كلمة الأحياء بالإنجليزي، فبنكتب بيولوجي نبحث، هنا طلعت لنا بعض الأشكال. أنت ممكن مثلا تفتحين هذا التصميم وتاخذين منه واحد من الأشكال، مثلا فتحنا هذا التصميم عجبتك هذه الرسمة اخذيها،
هنا هم سوينا جروب، سوي أني جروب علشان ما يصيرون مجموعات مع بعض. فأنت مثلاً هذه الرسمة خليها وحذفي الباقي واستفيدي منها، مثلاً عجبتك الخلفية خليها واستخدميها وحذفي الباقي إذا ما لقيتي القالب اللي يصلح لتصميمك. فمش شرط أي تلقين كل شيء، بس ممكن أنت تاخذي من هذا التصميم شوي، من هذا التصميم شوي، من هذا التصميم شوي، مثل ما قلنا تغذية بصرية، تاخذي من كل شيء شوي عشان تطلعين التصميم مناسب. والأفضل إنك تبحثين بالإنجليزي، الإنجليزي بيطلع لك بيطلع خيارات أكثر، ممكن من التطبيق وممكن من جوجل عادي، ما يفرق اللي ترتاحون عليه. طب أستاذة ممكن تقولين وين بحثتي؟ لأني بحثت نفس الكلمة وما طلع لي نفس النماذج. هنا التامبلت. بس في بعضها ما تصير بفلوس، انت لا يعني اخذي اللي بشكل مجاني عشان الاشتراك. فشفت بعضهم يصير جنبهم تاج بفلوس، ما طلعت لك نفس النماذج؟ لا، بحثت بنفس المكان وما طلع لي الا نموذج واحد. غريبة والله. ممكن إذا خلصت نشوف الموضوع، بس أبي أشرح هذه النقطة بعدين نأخذ أسئلتكم، جهزوها. هنا التصميم المتحرك نضيف الصورة في المكان اللي إحنا نبيه، مثلا هنا نبيها في الوسط، هذا الكلام نأخذ الكلام اللي هنا، حرف الفضاء، نختار خط، هذا الخط حلو، هنا المعلومات اللي عندنا من صغرها، نغير اللون عشان تصير واضحة عندنا في الشاشة، بعد نصغرها أكثر، بناخذ مواقع التواصل حقتنا، طبعا مش شرط بس انستغرام، ممكن نحط تويتر، يوتيوب، أي موقع نبي، إذا سويناها جروب تصير صورة واحدة تروح وتجي مع بعض. فحطيناها الحين إحنا في الوسط، ممكن ننزلها أكثر. هنا الكلام مش واضح، فممكن تحط له خلفية، نجي هنا نكتب، أفضل شيء إنكم تكتبون بالإنجليزي، طبعاً عادي يعني تستخدمون مترجم جوجل وهو يساعدكم في الكتابة. هنا فتحنا خلفية، هذا كليك يمين، ايوه استاذه برد على البنت اللي مساعدة تكون لها خريطه حق الاحياء، تبحث عن عن المطويه او الخريطه اللي هي عن نفس الموضوع، مثلا اذا كان عن الاسماك او كان عن البرمائيات، تترجم عن الاسماك او البرمائيات وبحث عن، ممكن ما يطلع اذا كتبت بيولوجي لأن الأحياء بحر واسع وهي مو بتسوي خريطة عن إنه بس. صح صحيح، ممكن تبحثين عن موضوع نفسه علشان تطلع خيارات أكثر. هنا حطينا خلفية علشان يبين الكلام، الكلام بنغير لونه إلى اللون الكحلي مثلا، وكذا صار عندنا تصميم متحرك. ممكن نرتب العناصر بشكل أكثر، مثلا هذا مع الخلفية خلاص بنحطهم جروب، وهذا الحالة وهذا الحالة. هنا نقدر نجي من هذا الخيار ونخلي الفرق بينهم، الحين أنا الفرق بينهم واحد، يصير الفرق مثلا إذا
خيرنا بين هذا الخيار برتبة بحيث أن تصير الفروقات بينهم متساوية. طب حالياً عندكم أي أسئلة بعد؟ طريقة الحصول نفسها؟ هنا نقدر إذا كان عندنا أكثر من صفحة نقدر نشيل هالصفحة الأولى نقول إحنا لا بس نبي الصفحة الثانية عشان يحمل لنا الصفحة اللي إحنا نبيها بس ما يحملهم كلهم. هنا التصميم اللي سويناه صار جاهز. هنا احفظها لي بدون تحريك، نرجع نحفظها متحرك. نحفظها الصفحة الثانية. هنا نغير نخليه MB4 عشان يصير متحرك زي الفيديو. أستاذ يمدينا أشارك الصور حقاتي لل... أي تمام، بس شوي أسكر ال... دقيقة، الحين صار التصميم متحرك. في أي سؤال؟ بس حفظ التصميم المتحرك كيف؟ عندنا هنا الحين سوينا تصميم، والتصميم أصلاً إحنا سوينا تصميم متحرك، سوينا شير داونلود. هنا عندنا خيارات واجد، JPG هذا للصور، PNG للصور، PDF للملفات اللي ممكن تنطبع أو الأوراق، PDF برنت عشان نطبع إذا عندنا مثلاً سيرة ذاتية، إذا عندنا مطوية مثلاً ممكن نحفظها PDF. هنا MB4 فيديو، اخترنا MB4 فيديو، بعدين سوينا داونلود وتحمل. شكرا. عفوا أستاذة. مدينة صمم الجوال نفس علاب ولا يختلف؟ إيه تقدرين تصمم الجوال، يعني موجودة نفس الميزات اللي في اللاب نفسها في الجوال؟ اي موجودة نفسها، بس طبعا الأماكن تختلف، يعني مكان الخيارات هذه مختلف. يعني هنا تفتحين ال تضغطين هنا تلاقينهم فوق في الجوال، يعني الأماكن العناصر تصير مختلفة، هذه تصير مختلف مكانها، بس كلهم موجودين. تمام، شكرا لك، العافية. في أسئلة؟ إيه الدورة بتكون محفوظة ومسجلة، والعرض هذا بيوصلكم. طيب أستاذة. نعم. كل يوم ذا الوقت يكون في حصة؟ لا بس اليوم. يعطيك العافية. إن شاء الله هو أسبوعياً نسوي لكم دورات زي كذا من الأشياء اللي أنتوا تحبونها. يمكن الأسبوع الجاي، يمكن الأسبوع الجاي يكون في يوم وطني فما يمدينا نسوي، يمكن على الأسبوع اللي بعده نرسل لكم الرابط تسجلون نفس كذا.
وإذا عندكم أي اقتراحات المواضيع تحبونها ممكن تحطونها لنا في الشات عشان إحنا نتواصل مع مدربين يسووا لكم الدورات. اللي يعلق معاها في الجوال ممكن تشوف مساحة الجوال، ممكن الجوال مليان فتحتاج تفضي شوية مساحة لأن التصاميم حجمها كبير. ممكن تدخلين من جوجل مثل ما أنا دخلت من جوجل، أو تحملينها كأب إيد دورة محفوظة. ممكن نسوي مقاسات مختلفة بوريكم شلون. من هنا هنا create a design، هنا يعني مقاس محدد نضغط ونكتب مثلا نبي 200 في 200 بكسل أو ما نبي بكسل بنغير بنحطه سنتي مثلا للي مثبر ونسويه ويفتح معنا مثل ما نختار مثل ما يعني مثل الطريقة اللي قبل ما تفرق. ما يفرق. في أسئلة؟ عن إذنك، هل يستحق إني أدفع عشان الاشتراك؟ إذا بتستخدمينه يعني ممكن إذا بيستخدم يعني إذا الخيارات اللي مطلوبة بفلوس اللي أنت بتستخدمينها ممكن تدفعين يعني يستخدم، خصوصا لو كان بيستخدم مثلا في مشروع مثلا مثل اللي يصمم بطاقات دعوة في الانستغرام ممكن يستخدمون خيارات أجمل بفلوس، بس أنا في أشياء كثير مجانية. إيه البرنامج مجاني بس إنه في اشتراك تدفعين فلوس ويفتح خيارات أكثر. تمام شكرا. عفوا. الحين في أحد يبي يعرض عمل سوا أو اي انا استاذة. تمام انا بطلع من الشاشة وواحدة منكم تعرف. استاذة يصير ارسلها في الشات وتعرفينها. ممكن اي افضل. بس هذا كيف أرسل صور في الشات؟ هنا الحين شاشتي واضحة؟ إيه طالع على كانفا. أي طيب دقيقة أجا. الحين الشاشة واضحة على نطلع زوم. لا أستاذة كانفا بطالع. تمام. طيب الحين إذا فتحتي صفحة الشات المكان اللي أنت بتكتبين فيه فيه زي صورة الورقة؟ لا أنا طالع لي بس اللي هو الإيموجي وإني بس أقدر أكتب. جنب الإيموجي صار إيه يمكن ما تقدرين ترسلين. طيب خلاص أنا بطلع وأنت يسوي عرض عرض الشاشة عندك. تمام؟ إيه تمام. يلا الحين عرضي. تقدرين تعرضين؟
تمام بس واحدة واحدة خلص خلص بعدين. لا يطلع بس اللي هو المشرف الهوست حق الزوم هو اللي يقدر يعرف. أنت إيش اسمك؟ زينب لمكينة. دقيقة. لو سمحتي خلصت الحصة؟ حاليا أسئلة بس شوي بنخلص. زينب جربي الحين أرضي. إيه الحين طلعت دقيقة. تمام. شفت على هذا كنت مسويته لما ولدت أمي. هذا طالع العرض. أيوة واضح. إيه طالع واضح. هذه أنا كنت مسويتها لما ولدت أمي ذاك الأسبوع. عفوا بس الصوت ما كان مشتغل. هنا جميل التصميم حلو مرتب بس ممكن تحطين خلفية، ممكن تحطين خلفية بلون معين أو مثلا زي يعني له شكل. هنا الجملة هذه اللهم أنبتها نباتا حسنا جاية شوي يسار، فممكن تخليهم كلهم في الوسط عن طريق التوصيف اللي إذا تذكرين اللي شرحناه إنه يخليها كل الكلام تحت بعض. إيه تمام. حلو جميل. يعطيك العافية. في أحد ثاني بيعرض؟ نعم أنا عندي تصميم. سهام؟ نعم. تمام. كيف أعرضه؟ الحين أعطيتك صلاحيات تقدرين تعرضين؟ لا ما جتني صلاحية عرض الشاشة. مطلوب الحين يطلع. ما طلع تحت شير سكرين؟ جربي الحين. تمام دقيقة. لا ما طلع. الحين جرب. ما تطلع الإشارة السهم اللي على فوق.
شير سكرين مكتوب. طلعت هذه المقوية أنا مسويتها كذا تمام، وأعرف أسوي يعني في الكتابة أشياء ثانية، عندي تصاميم كثيرة بس هذه أقرب واحدة اللي سويتها اليوم. تمام، حابة أعطيك ملاحظات عليها. تمام، أول شيء هنا عندنا توزيع العناصر، ممكن الكلام اللي فوق مطوية في الفصل الثاني ممكن يصير في خط واحد وجنب بعض ويصير مع الصفحة، يعني اللي وراء تبريد خلفية وشفتي هذه الورقة ممكن يصير فوقها بالضبط وبخط أصغر. العنوان كذا حلو، الصور جودتها تحتاج تصير أفضل، يعني هنا شوي مشوشة في اللزقة اللي على اليمين فوق، في بعضهن مو مشوشة مرة واضحة بس كذا، يعني أنا مسويتها كذا لأن عجبني شكلها كذا، في تصاميم على الكتابة بس يعني بدون صور. الحين نتكلم عن ترتيب العناصر، مثلا هنا في الصفحة اللي في النص خليها وسط الخلفية البيج اللي وراها بالضبط، يعني المسافة اللي على اليسار الورقة واليمين ما تصير متساوية. الأوراق اللي تحت نهاية الورقة على اليسار اللي هي إرشادات للدراسة تصير متساوية مع اللي فوقها، بنفس ترتيب العناصر اللي شرحتها قبل شوي اللي يوديهم كلهم يسار أو كلهم يمين، بس تختبطين اللي هي إرشادات الدراسة واللي فوق بيصيرون على مع بعض على اليسار. قراءة الرياضيات ممكن ترفعينها شوي بحيث أنها تصير داخل عشان تصير واضحة أنها معهم، بس التصميم كله جميل جدا. يعطيك العافية. تمام، يعطيك العافية، شكرا. في أحد ثاني يبي يعرف؟ أنا أستاذة. إيش اسمك؟ ليندا. الحين تقدرين تعرضين؟ أيوة عرضت. هذا موك أب صح؟ إيه، في بعد أرسلت كثير. جميل هذا، بس هذا أنت إيش سويتي فيه؟ أنت هذا التصميم أنت أضفتي؟ إيه، بس إنه وهمي يعني كتدري. إيه أضيفي التصميم اللي... حلو جميل. إيه أضيفي كيف التصميم مثلاً هذا الانضباط الذاتي، ممكن تضيفينه على الورقة بحيث أن تشوفين شكله بعد الطباعة. حلو، هذا المكتب اللي تكلمنا عنه أنه يكون شكل على الظرف مثلاً أو على القبعة أو على البلوزة، يعني شكل تصور بعد الطباعة. حلو، من هذا عرض. هذا عرض للمدرسة. أيوة جميل، شكرا. ممكن ترجعين شوي للعرض هذا؟ اي مثلا هنا عندنا فهم فوائد العمل، خليها يمين مع معرفة أهمية العمل في الإسلام، يعني يصيرون كلهم على نفس المتساوي. هذا توزيع العناصر، مثلا هذه الصفحة أهداف الموضوع خليها فوق شوي عشان يصير توزيعهم مرتب في الصفحة وما في فراغات. بس تمام. جميل، يعطيك العافية. مين بعد تبي تعرض؟ أنا بعد يا أستاذة. يلا تقدر تعرض الحين. بس كيف أعرض يا أستاذة؟ يفتح الشاشة. فيه شير سكرين، فيه كلمة.
بكتبها الحين في التعليقات عشان عشان الحين تقدر تعرض؟ اي بس اي واحدة فقط، لاني طقت شير سكرين بس اي واحدة. ايش الخيارات اللي طالعة؟ ما اعرف ايش الخيارات اللي تطلع لك. في علامة خضراء شير كونكت، اضغطها. ايه بقيتها انا بس اي واحدة الاختيارات لان في واجد. اللي هم الصفحات اللي انت فاتحها، تختار الصفحة اللي تبينا احنا نشوفها. تمام. هذا التصميم سويته بأي برنامج؟ والله ما أعرف اسمه بس عندي سؤال آخر. تمام جميل. ممكن تخلي الكنان في وسط الشاشة مثلا؟ بيكون أجمل. إيه إنه ما يصير نازل على تحت، يصير في وسط الشاشة. بس جميل، حلو اختيار الصورة. اوكي يعطيك العافيه. هي بس هذه الملاحظه يا استاذه اني منزلها. اي انه يعني عشان يصير ترتيب العناصر في الصفحه اكثر، واذا يعني اذا حاب مثلا تغير الخط ممكن تغيره. اوكي تمام يعطيك العافيه. يا حد ثاني يبي يعرف؟ أنا أستاذة. أوكي يلا الحين بعطيك. يلا تبدين تعرضين الحين. المشكلة ما مو طالع شيء. دقيقة الحين توني عطيتك هذا. نفس الشيء. أستاذ ما عرفت كيف أطلعت علامة كلمة شير سكرين تحت. مع سهم كذا على فوق. طالعة العلامة. في هذه الكلمة الحين كتبتها في التعليقات. أستاذ أنا داخلة بجوال ثاني فراحت الكلمة من التعليقات. طلعت من الجوال. طيب الحين وصلت؟ شو سكرين؟ ايه وصلتني بس انه مو بعيد. دقيقة نفس الشيء الحين مو بعندي شهر سكين. طيب دقيقة. طب أستاذ أقدر أرسل هذه الصورة؟ دقيقة الحين جربي مرة ثانية. المفروض إنه يطلع لأن طلع اللي قبله بنفس الطريقة. أوكي
هو إذا طلع لي وش أضغط؟ شور سكرين إيه ستوني أفتح عندي كم قفل طيب اختاري الخيار الأول إن قاعد يعرض لا ما نشوف فيه عرض جربي حاولي ترسلينه طيب في الشات شوفي في حنين أرسلت مشروع في الشات شوفي يضبط معك ولا لا أنا صورة طيب ترسل الصورة والله ما عندي علم شوفي يعني دوري عندك خيار ولا لا أشوف على بال ما ليان ترسل الصورة بس إحنا بنقول إنه إحنا ترى عندنا دورات مسجلة يعني إحنا مو بس زي نون مثلاً بس أونلاين اللي هو بث مباشر الدورات موجودة اللي هي 18 مادة إحنا حطيناها وأصلاً الموقع كله مفتوح لكم يعني تقدرون تتابعون أي دورة تحبونها فلا يوقفكم إنكم تستنون دورة أسبوعية الموقع عندكم تقدرون تتابعون في أي دورة تحبون وخاصة اللي أعرف أنه دحين في قدرات ففي مادتين قدرات عندنا مشهورة أضفناها لكم في الصفحة تقدرون تتابعونها بأي وقت وفيه بعض المواد الثانية في التصميم بعد في الرواق صح عندنا مواد تصميم بعد تقدرون ترجعوا لها طيب حالياً ما ضبط العرض ممكن نشوف أحد ثاني وحاولي ترسلينا في الشات في أحد ثاني يبي يعرف هذا العرض من مين توقع من أنوار صح ولا أنوار طيب أنوار ممكن تتكلمين عن الأرض أنوار في أحد ثاني بيعرف يا ليان أرسلي لنا العرض اللي تبغينه في بالواتساب أنا أرسله لنورة على الواتساب وتعطيك ملاحظاتك مو مشكلة إحنا نورة هي المصممة حقت رواق تقدرون تشوفون حتى تصميمها ما شاء الله مبدعة في مواقع التواصل حقت رواق هي نورة اللي ماسكة الموضوع كله فتقدرون تتعلمون منها إن شاء الله ننهي نورة تمام في أحد عنده أي سؤال حالياً؟ طيب شكراً لكم نموذج الشهادة ابتهال صح موجود؟ إن شاء الله راح أرسلها لهم دام خلاص حطوا بياناتهم في النموذج أرسله لهم إن شاء الله والعرض إن شاء الله برسله الابتهال عشان يصير موجود عندكم العرض كامل عرض الشرح أي راح نحطه بعد في المحتويات يعني أنا راح أضيف إن شاء الله الفيديو بس ينتهي وأضيف بعد العرض هذا اللي عرضته نورة لكم
شكرا. يعطيكم العافية، ما قصرت، شكرا لكم.